نروح للسيدات، دوري عمومي السيدات. النادي الاهلي بيفوز على نادي المعادي بنتيجه 21-17، ودور الثمانيه من كاس مصر الاهلي بيفوز على نادي 6 اكتوبر 33-18. نروح لجدول ترتيب سيدات النادي الاهلي. الاهلي في المركز الاول، لعب 23 مباراه، فاز في 22 وخسر خساره وحيده برصيد 67 نقطه. بيوسع الفارق مع نادي الشمس اللي جاي في المركز الثاني، نادي الشمس 63، ونادي سبورتنج الثالث، سموحه الرابع، الطيران الخامس، ونادي المعادي السادس، والجزيره السابع، ونادي 6 اكتوبر الثامن. خلينا نروح لتقرير مكملين. تمام، ده دوري السيدات. دوري العمومي الاهلي بيفوز على المعادي 21-17، وبيفوز على 6 اكتوبر في كاس مصر 33-18. هنطلع لتقرير الاهلي هيلعب مع نادي الشمس في الدور قبل النهائي اللي هيتلعب يوم 19 ابريل. خلينا نروح التقرير مع كابتن ياسر صلاح وانجي هشام ودعاء حلمي، هنشوف قالوا ايه بعد المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه. النهارده ان شاء الله كان دور الثمانيه في كاس مصر، احنا كنا لاعبين اول امبارح ماتش مع المعادي، وكنا لاعبين يوم السبت برضو اللي فات. ماتش بتاع النهارده ماتش طبعا مهم من حساباتنا من دور الثمانيه. احنا مريحين يمكن اكتر من نص فرقه، لان انا عندي ماتش ان شاء الله يوم الخميس، وعندي ماتش تاني يوم السبت. فكنا مريحين مجموعه كبيره ومجموعه من الاساسيين. الحمد لله اللي كان مطلوب من المجموعه اللي موجوده نجحنا وعدينا بيه، والمطلوب منهم عملوه. ان شاء الله رايحين على دور الاربعه، بس لسه ما تحددش هيتلعب فين دور الاربعه في كاس مصر. عندنا ان شاء الله يوم الخميس في الدوري، ويوم السبت برضه في الدوري عندنا الماتش اللي جاي مدينه نصر، الماتش اللي بعده ماتش سموحه، من الماتشات الصعبه على ارض اسكندريه. فعشان كده كنا مجزئين المجهود، لان انا بلعب 3 ماتشات في الاسبوع. طبعا النهارده كانت خطوه مهمه في لدور ال 16 بطوله كاس مصر. احنا بقينا نلعب 3 ماتشات في الاسبوع تقريبا، الثلاث بطولات بنلعبها كل اسبوع، فبنوزع الحمل الماتشات على كل اللعيبه علشان ما يحصلش اصابات او اي حاجه. طريقه لعب كل فرقه بتساعدنا ان احنا نقدر نجرب اكتر من تشكيل في الملعب، اكتر من نظام لعب جديد في الملعب، سواء في الدفاع او في الهجوم، عشان نقدر نوصل لاحسن حاجه لينا تساعدنا في الفوز بالبطولات ان شاء الله. النهارده في مباراه 6 اكتوبر اللي ساعدنا ان احنا الدفاع كنا كلنا مع بعض، كلنا بنقابل الحراس المرمى بتوعنا النهارده كانوا متالقين، جاري فاست بريك التكتيك كنا بننفذه بطريقه صح، فده ساعدنا ان احنا نقلب السكور ونكسب الماتش من الاول. الماتش اللي جاي احنا عندنا السبت سموحه عندهم في اسكندريه، ماتش مهم، خطوه كبيره في بطوله الدوري، الفوز بيه بيقربنا اكتر خطوه كمان ان احنا نحسم بطوله الدوري ان شاء الله. الاسبوع اللي جاي كمان هيبقى ماتشات في الدوري وماتشات في بطوله المنطقه كمان، البطولتين تقريبا هيخلصوا مع بعض في نفس الوقت، نتمنى الفوز في كل الماتشات ان شاء الله. الماتش كان كويس والفرقه متعاونه وكلهم بيلعبوا، يعني التعاون هو الاصل الفرقه للفوز. الحمد لله ان شاء الله الفتره الجايه هيكسبوا، يعني هناخد الدوري وهناخد البطوله كلها ان شاء الله. اهم حاجه التعاون هو اصل كل حاجه، يعني التعاون هو اللي مخلينا نكسب، هو ده اللي مخلينا سهلين. كان مباراة كويسة وكل حاجة، الفريق كل لعيب كان كويس، الحمد لله على الفوز. أكيد الماتشات كلها مهمة وإن شاء الله كل البطولات هنكسبها، وإن شاء الله كل البطولات للأهلي. زي ما شفنا سيدات النادي الاهلي بعد مباراه الكاس مع نادي 6 اكتوبر، خلينا نروح لنتائج الناشئات والشابات في النادي الاهلي في الاسبوع ده، عملوا ايه في بطولات الجمهوريه. النادي الاهلي في الناشئات مواليد 2000، بطوله الجمهوريه الاهلي بيفوز على نادي الزمالك 29-28. 2002 الاهلي والزمالك بيتعادلوا 25-25. بطوله الجمهوريه مواليد 2006 الاهلي بيفوز على نادي بكوس 26-19.